كونكريت ارت بنشتغله خارجي احنا هسه حاليا. انا القاطر الاول حاليا وانت القاطر الثاني نعطيك على شكل ديكور طبعا تعتمد على جرب ايدك بالماي. بعد ما يخلص سنفره وتغسله غسل عام بالماي. هنسوي لكم عليه فيديو اخير شلون نغسله وشلون نطيح الماي. السلام عليكم. اشتغلنا كونكريت ارت يشتغل خارجي داخلي بس ضفنا عليه ماده حمايه واللي دائما نكرر عليها بالخارجي الديكوفن. شنو غايه الديكوفن؟ اعطيني صندوق. من تغسل الجدار كانما نانو سيراميك ماكو امتصاص يظل طايف برا المي وبعده يتبخر. هاي احسن ميزه للديكوفن يحميك من كل ضرر. اطلع.